ترشيد الاعتقال الاحتياطي في صلب النقاش القانوني والحقوقي في المغرب، تدبير استثنائي سالب للحرية أثناء النظر في الدعوة إلى حين صدور حكم نهائي، تراهن وزارة العدل على التقليل من اللجوء إليه وعدم فرضه إلا في حال عدم توفر أي تدبير بديل. نحن اليوم في حاجة ماسة إلى ترشيد مسألة الاعتقال الاحتياطي والحلول البديلة من خلال تعديل مدونة قانون الجنائي تكون سندا لذلك. الاعتقال الاحتياطي أصبح اليوم يشكل ثقلا سواء على المحكومين أو على الدولة من خلال التكلفة المالية والاجتماعية لهذا الاعتقال الاحتياطي. وتتضمن تعديلات المسطرة الجنائية المنتظر عرضها للنقاش في المؤسسة التشريعية تعويض اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بفرض حبل القيد الإلكتروني على المتابعين مع بقائهم خارج السجن، إضافة إلى تعويض الاعتقال بالغرامات أو العقوبات البديلة الأخرى للتخفيف من ظاهرة الاكتضاض في المؤسسات السجنية. المشرع الآن في مشروع المسطرة الجنائية أعطى النيابة العامة تدابير المراقبة القضائية اللي هي كانت غير عند قاضي التحقيق لوحده، وهي حوالي 18 تدبير، وضفنا لها أيضا التدبير ديال البراسل الإلكترونيك القيد الإلكتروني اللي تصبح 19 تدبير أصبح للنيابات العامة عوض اعتقال الشخص أن يتخذوا هذه التدابير. هناك مجموعة من الجرائم للأسف الشديد تنطبقوا على القانون ما تنطبقوش على العلم، ما تنطبقوش على روح القانون، تنجيو تلقاو بأن الفاعل ارتكب واحد الجرم معين مثل سرقة بسيطة أو السب والقذف أو الضرب المتبادل إلى غير ذلك، ونقدروا ويقدم شهادة طبية فيها كلام كثير جدا، ويتبع في حالة اعتقال أثناء تقديمه ليتبين بعد مرحلة من التحقيقات إلى غير ذلك في ظل الاكتضاض الضغط اللي وقع على المحاكم، وهذا واقع، وقلة الموارد البشرية تنكتشف بأنه لا بد من إطلاق سراح. مقترحات تعديلات من بين أخرى تهدف حسب الوزارة الوصية إلى تعزيز الضمانات القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام المواثيق الدولية المصادق عليها. يقارب عدد نزلاء السجون في المغرب 90,000، 45% منهم معتقلون احتياطيون، رقم يصفه الفاعلون في منظومة العدالة بالكبير والمقلق، يحول تدبير الاعتقال الاحتياطي من الاستثناء إلى القاعدة. فدوى المرابطي، قناة الغد، الرباط.